السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، في المحاضرة الفيديوية الثانية من الكورس الأول لطلاب الهندسة الكيميائية المرحلة الثانية Computer Programming 2. في هذه المحاضرة سوف نأخذ موضوع الكالكولاس في الماتلاب. المشرف العلمي مدرس دكتور عمار محمد علي. في بداية المحاضرة راح ناخذ الأوتلاين مال Lectures 2 اللي تتمثل أول شيء نبديها بالديسكريبشنز مال الالجبرا، وراها راح ناخذ بعض المصطلحات المهمه اللي نحتاجها بعملنا مثل السمبلك تول بوكس اللي هو صندوق الادوات الرمزي. راح ناخذ بعض الدواله ايضا اللي تتعامل ويا المعادلات مثل الفاكتورز الاكسباند السمبليفاي. ايضا نتناول سولفينج الايكويجنز سواء ديفرنشال ايكويجنز فيرست اوردر سكند اوردر هاي اوردر. بعد ذلك ناخذ تمثيل من طريقه تمثيل الفانكشنز وعمليه الاشتقاق الديفرنشيشنز الانتجريشنز والليمت. هاي الامور ان شاء الله نتناولها بمحاضرتنا لها اليوم. الجبر هو احد فروع الرياضيات، يقوم على مبدأ المعادلات التي تتكون من مجموعة متغيرات وثوابت. تكون الثوابت على شكل أرقام ثابتة ذات قيم محددة لا تتغير، بينما المتغير يكون هو رقم له قيمة غير ثابتة. في محاضرتنا لها اليوم سوف نتعرف على كيفية تعامل الماتلاب مع العمليات الرياضية التي تغطي مفهوم الجبر بكل بساطة وسهولة وبإعازات غير معقدة. أولا Simplex Toolbox أو ما يسمى بصندوق الأدوات الرمزي. في الماتلاب يعتبر Simplex Toolbox من الأدوات المهمة والقوية في هذا البرنامج، وخاصة في الأمور التي تتطلب رموزا رياضية، حيث أن لابد في البداية من الإعلان أو ما يسمى بالديكليريشنز إلى صندوق الأدوات الرمزي عن طريق الكتابة SYMS. وراها نسوي عملية إعلان أو إشهار إلمن للمتغيرات اللي إحنا راح نسويها متغيرات رمزية. فمثالنا الأمامنا الـ A والـ B والـ X والـ Y يعتبر هو اعتبرت هنا متغيرات رمزية، لأن كان تعريف قبلهن أو الإشهار أو الـ Declarations اللي صار قبلهن هي كلمة SYMS. بينما الـ C يساوي لنا 5، هذا يعتبر هو يعني رقم ثابت من الممكن أن يتعامل بالمعادلات فيما بعد على أساس هو ثابت، بينما الـ A والـ B والـ X والـ Y على أساس هي متغيرات رمزية من الممكن أن تعامل بها بصورة متغيرة. فمثلا هسه الـ E يساوي لنا AX تربيع زائد BX زائد C، فهذا معناتها الـ A والـ X والـ B والـ X ذني متغيرات رمزية، بينما الـ C هو الثابت اللي هو مثالنا لهذا أمامكم هو يعتبر 5. فبهذه الطريقة راح يكون نمشي على كل الدوال اللي احنا راح نتعامل بيها او والمعادلات اللي راح تجينا، لازم بالبداية نحدد المتغيرات الرمزية من المتغيرات من الثوابت. فلو نفتح برنامج الماتلاب نروح للكوماند ويندو، نريد احنا نحط بانر نريد نشتغل بيه من بي المعادلات، سواء نسوي فاكتورز اكسباند اي عملية رياضية انتجريشنز الى اخره. فاول شيء نسوي عملية اشهار المن للمتغيرات الرمزية راح نستخدمها بهاي المعادلة. مثلا المعادلة اللي انا راح استخدم بيها ال A ال B ال X ال Y، هاي المتغيرات هي رمزية انا راح اسوي لها اشهار بالبداية. بعد ذلك يعني الخطوة اللي بعدها نقول SYMS. بعد ذلك اكتب المتغيرات اللي انا راح استخدمهم
كثوابت العفي او العفو. الثوابت اللي راح تستخدمهن بالمعادله مو المتغيرات، الثوابت راح تستخدمهن بالمعادله. راح تقول انا راح تستخدم السي يساوي لنا 5 فازه ديست انتر، وراها لازم شو اسوي؟ اكتب المعادله اللي اني استخدم بيها المتغيرات الرمزيه اللي امامنا والثوابت. فايش راح تكون مثلا المعادله؟ هي كالاتي: y يساوي لنا y، او نسميها مثلا اي، مثلا ما موجود بالمحاضره، اي يساوي لنا اي اكس تربيع زائد البي اكس زائد السي. بهاي الطريقه بس اقول له اني اساسا اني معرف مسوي ديكلاريشنز المتغيرات الرمزيه، مسوي اي ايضا تحديد الثوابت. فبالنتيجه النهائيه راح يصير عندي الاي يساوينا اي اكس تربيع زائد البي اكس زائد السي. افتهمتها الحاسبه وما صار بيها اي اشكال. الموضوع الاول احنا ناخذ عمليه التحليل للدوال اللي راح تجينا. احنا مثل ما قلنا اول ما نكتب اس واي ام اس حددنا اكس، هذا معناتها المتغير الرمزي احنا نستخدمه. وراها شو نقول له؟ نقول له سوي عمليه تحليل المن الداله مالتي هي هاي، الداله مالتي هي هاي. عندي هاي الداله اللي انا ايدها اسويها تحليل، اكس تربيع ناقصا 3 اكس زائد 2. التحليل هي شنو؟ كل ما هنالك احط هاي الداله اللي انا ايد اسوي لها تحليل بين قوسين، وراها اكتب بالبدايه هي اكتب فاكتور، فاكتور اف اي سي تي او ار، او ار فاكتور معناتها ده اقول له حلل لي. بالبدايه هي الداله اسمها حلل لي الداله الاتيه اللي انا حطيتها بين قوسين، هاي الاقواس طبعا تابعه المن الى داله الفاكتورز. فمجرد ما اقول انتر راح يطلع لي التحليل مالتها، الانسر مالتي هو اكس ناقص 1 واكس ناقص 2. وهذا الموضوع ينطبق على اي داله يعني اريد اسوي لها عمليه تحليل. مثلا هسه عندي اذا اجيت على اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1 اسوي لها عمليه تحليل، كتبت فاكتورز وراها كتبت الداله اللي انا اريد اسوي لها تحليل. فمجرد ما ادوس انتر راح طلع لي الناتج مالتي هي الاكس زائد 1 اكس زائد 1، يعني مثل ما نقول اكس زائد 1 اكس زائد 1. هاي بالنسبه الى الجواب مالتها. نفس الحاله بالنسبه الى اي داله انا اريد اسوي. ناخذ مثال اخر، مثلا اذا قلت له فاكتور اكس تربيع ناقصا واي تربيع، طبعا بالمناسبه راح مثل ما نقول يسوي عمليه التحليل بهالطريقه. هذا راح يعطيني اكس ناقص واي اكس زائد واي، هذا نتيجة التحليل مالته. فبغض النظر عن الدالة المعطاة، أول شيء لازم أكون معرف المتغيرات الرمزية الموجودة بهاي الدالة، وبعد ذلك أكتب الفاكتورز بصورة صحيحة. أنتبه على أن أفتح قوس وأسد قوس للدالة المعطاة، والباقي راح يكون كلش روتيني وسهل. ناخذ دالة أخرى بمحاضرتنا اليوم هي دالة الإكسباند. الإكسباند هي عملية توسعة، عملية توسعة المن إلى الدالة. يعني مثلا احنا نذكر احنا لما كنا تجينا دالة نسوي عملية فتح الأقواس مالتها. طريقة كتابتنا لهاي الدالة هي بهالطريقة، هذا إكسباند وراها أفتح قوس وأسده. هاي دائما بعد كل دالة تعلموا بهذا الاسلوب مالتنا. بعد ذلك نكتب من الدالة اللي اريد نسوي لها عملية توسعة. الدالة هي كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، عندي الاكس تربيع ناقصا واي تربيع مرفوع للأس 3. هنا بعد لنا قوس نسينا، فايش راح يصير عندي؟ بس اقول له اكسباند ان شاء الله راح يكون بهالشكل هذا، عملية فتح الاقواس الاكس تربيع ناقص الواي تربيع كله مرفوع للاس 3. بالنتيجة النهائية وزع الاس اللي هي 3
علي من التتعيب، علي من على الاكس تربيع، وعلي من على الواي تربيع، وطلع لي الناتج النهائي مالتي. كان الحل مالتي هو اكس تكعيب اكس اس 6 ناقص 3 اكس اس 4 في واي تربيع زائد 3 اكس تربيع في واي اس 4 ناقص واي مرفوع للاس 6. اذا اردنا ان نجري عمليه تبسيط للدوال المعطاه باي صيغه من الصيغ، من الممكن او نسويها الى ابسط صوره، الى يعني مثل ما نقول الصوره سمبل او بسيطه. فاكو اعاز اسمه اعاز السمبليفاي. السمبليفاي هو شنو؟ يعتمد علي من على نكتب اعاز السمبليفاي وراها مثلا الداله اللي انا اريدها. مثلا انا عندي هاي الداله اللي هي اكس اس 3 ناقص 4 اكس علي من على اكس تربيع زائد 2 اكس. هاي يعني هاي الداله اللي اسويها عمليه سمبليفاي او عمليه تبسيط لاوصلها الى ابسط صوره ممكنه. فكان الناتج مالتي بهالبساطه وبهالسهوله هي اكس ناقص 1. اللي يهمنا اللي يهمكم انتم طلابنا تحفظون السبيل بصوره صحيحه مال كل داله من الدوال المعطاه. تنتبه على كل داله هي بعدها ينفتح قوس، هذا القوس اللي ينفتح وينسد قوس وراها عندي هذا المحتوى. هذا هاي الداله هي اني اللي اعطيك اياها المعطى بالنسبه لك، اللي هو مو مهمتك وانما مهمه الداله اللي هي مال الماتلاب هي اللي تنفذ لنا هاي المهمه. بس انت المهمه مالتك الرئيسيه هو ان تكتب الداله مالتنا بالصوره الصحيحه. هسه نبدي بموضوع جديد، موضوع مهم، هو موضوع هو حل المعادلات الجبريه اللي راح تختلف من البسيطه الى المعقده، من المعادلات التفاضليه الى المعادلات اللينيرز الفيرس اوردر السكند اوردر والى اخره. احنا ناخذها بالتفصيل ان شاء الله بإعاز بسيط جدا. هسه مثلا اول هو إعاز سولف. إعاز سولف مثلا اذا انا عرفت مثلا الاس واي ام اس هو مثلا نقول متغير رمزي هو الاكس مثلا، وراها ردت احل المعادلة الآتية اللي هي اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد اكس زائد واحد. هاي المعادلة هاي الدالة اريد اسوي لها عملية سولف او عملية حل. فمجرد ما اكتب سولف وراها اكتب الدالة، واني اساسا معرف المفردات او المتغيرات الرمزية الموجودة بهاي الدالة على سويت لها اعلان على شكل الاس واي ام اس. فمجرد ما ادوس انتر فراح يطلع لي الناتج مالتي الخاص بهذه الدالة. اجينا مثلا على دالة اخرى اللي هي دالة مثلا نقول لها سولف، عندي مثلا فلنفرض اكس تكعيب اكس اس 3 هذا اكس اس 3 مثلا ناقص 1. قلت له بهالشكل هاي سولف اكس اس 3 ناقص 1. فمجرد ما ادوس انتر فراح يطلع لي الناتج مالتي هو الخاص بهذه الداله. وهذا ينطبق على اغلب الدوال المعطاه اللي مطلوب من عندنا ان نحصل عليه من على الناتج مالتها او الحل مالتها. كذلك ناخذ مثال اخر، مثلا ساين اكس زائد اكس يساوي 0.1. النتيجه مالتها راح يكون يعني مثلا ناتج اكس. فمجرد ما اكتب سولف واكتبها بين 2 برايمز واكتب الداله مال المعادله مالتي بهالشكل هذا راح يطلع لي الناتج مالتي بكل بساطه. اذا انا عندي مثلا داله اللي هي الاكس الاي اكس تربيع زائد البي اكس زائد السي، هاي الداله ايد احلها بالنسبه لمن الى المتغير اكس. فكل ما هنالك اقول له سولف حل اياها بالنسبه لمن الى المتغير اكس وطلع لي الناتج مالتها بالاوتبوت مالتي راح يكون بالاكس. فراح يصير عندي الاكس
يعني راح يكون الناتج مالته بهالشكل هذا. كذلك إذا أجي نفس الحالة أجت عندي دالة أخرى، الدالة بها عبارة عن واي، عبارة عن واي وعبارة عن اكس، وأريد أحلها، أسأل نفسي الحل مالتي هل هاي المعادلة راح يكون بدلالة الاكس أو بدلالة الواي؟ إذا أقول له بدلالة، حل إياها بدلالة الواي، لازم أقول له بعد الفازة هذا تشوفون هاي الفازة اللي أمامكم، بعدها أكتب واي وأقول له سولف وخلي إياها بالناتج مالتي بالواي، فراح يكون الناتج مالتي اللي احنا نحصله هو بدلالة، يعني بدلالة الواي يعني الاكس. نلاحظ الناتج، الحل مالتي هو ناقص اكس زائد اي في الاكس زائد واحد، يعني معناتها صار بدلالة الواي. من الممكن ان نوسع عملية الـ يعني مثل ما نقول حل المعادلات بطريقة يعني كلش سهلة. شلون عندي يعني مثلا إذا عندي معادلتين، المعادلة الأولى هاي المظللة بالأصفر طبعا 5x زائد 10y يساوي 46، المعادلة الثانية هي 28x زائد 32y يساوي 32. فهاي المعادلتين إذا أحلهن مرة واحدة مباشرة فمعناتها مثل ما نقول اكتب المعادلة الأولى بين 2 برايم والمعادلة الثانية بين 2 برايم، بين المعادلة الأولى والمعادلة الثانية أخلي فارزة، كلهن أحدهن بأقواس، أقواس طبعا صغيرة، الأقواس هي هاي تابعة إما اللي الدالة solve، الأوتبوت مالتهن راح يكون عبارة عن إكس وواي، يعني معناتها راح يكون الناتج مالتنا اللي راح احصل عليه مال المعادلة الأولى بالاكس والمعادلة الثانية راح يكون بالواي. فلذلك كان ناتج الاكس يساوي لنا ناقص 48 والواي يساوي لنا 47.5. حل المعادلات بالماتلاب يعني طريقتها جدا جدا بسيطة مهما كانت المعادلات معقدة. فمثلا إذا كان عندي لوج الإكس زائد الإكس واي يساوي الصفر، المعادلة الأولى، المعادلة الثانية إكس واي زائد 5 إكس يساوي واحد، هاي المعادلة الثانية، فبمجرد ما أقول لهم السول لهاي المعادلتين الأوتبوت مالته راح يكون بالإكس والواي، الإكس والواي لازم أخليه بين 2 يعني أقواس مربعة، راح نحصل عليه من على قيمة الإكس هذا اللي أمامكم وقيمة الواي اللي دا نشوفها. أجينا مثل ما نقول زيدنا مثلا عدد، كبرنا المعادلات، زيدنا بيها المتغيرات، زين بهاي الحالة ما عندي اي اشكال، كل ما هنالك المعادله الاولى راح تتخلى، فارزه المعادله الثانيه تتخلى، السولف ينكتب بنفس الاسلوب، راح تحصل عليه من على ناتج الاكس والواي. مثلا لو زيدنا عدد المعادلات مالتنا، مثلا بدل ما معادلتين نخليها نفرض 3 معادلات، يعني معناتها مثلا هاي اكس زائد واي زائد زد يساوي واحد، المعادله الثانيه هي اكس زائد 2 في الواي ناقص زد يساوي 3، والمعادله الثالثه 2 اكس ناقص 2 في الزد يساوي لنا واحد، هاي الـ3 معادلات. فبمجرد ما نقول solve هاي الـ3 معادلات راح يطلع لنا عندنا الاوتبوت مالتنا هو اكس وواي وزد، لان على اعتبار احنا عندنا 3 متغيرات، اللي هي المتغير الاول هي الاكس والمتغير الثاني هو الواي والمتغير الثالث هو الزد. بالنسبة إلى differential equations أو المعادلات التفاضلية، ناخذ الفيرست اوردر والسكند اوردر والهاي اوردرز وبتفاصيل كلش كبيره. فكل ما هنالك اكو اعاز عندنا هو بدل ما سولف نكتب، هالمره نكتب دي سولف، نحط دي قبل كلمه سولف ونطبق نفس اللي طبقناه، الاسلوب باختلاف بسيط احنا نذكره ان شاء الله، اللي طبقناه واعاز solve. مثل ما تعودنا بالسنين السابقه لما نريد نحل المعادلات التفاضليه، شلون نميز المعادله التفاضليه؟ عن طريق هذا البرايم اللي امامنا، هذا مثلا الواي برايم معناتها هي هاي مشتقه،
لذلك أريد نشوف الماتلاب شلون يتعامل ويا المشتقة ويا موضوع المشتقة. أول شيء بدل السولف راح يكتب دي سولف الدالة إذا اختلفت، بدل كلمة سولف راح يكتب دي سولف. أفتح قوس وأسده بطريقة الطبيعية اللي احنا تعودنا عليها. بدل مثلا البرايم مثلا واي برايم، بدل البرايم أكتب بدل عنه دي. هذا الفرق الوحيد اللي بين السولف وبين دي سولف. دي سولف اخلي دي قبل السولف، هاي وحده. وراها اكتب عندي الداله بصوره طبيعيه بين 2 برايم. اذا احلها اذا اشتقها بالنسبه لمن اللي متغير، احدد المتغير اللي اشتق بالنسبه له قبل. اذا كانت مثلا بيها برايم اخلي دي قبل الواي. نفس الحالة إلى مثلا مهما كانت الدالة المعقدة مثلا أتعامل بها بنفس الأسلوب. فمثلا عندي إذا أجدت الدالة الآتية اللي هي مثلا دي واي، من أقصد أقصد بالدي واي معناتها المشتقة الأولى من لي الواي، زائد أن الواي يساوي الكوساين من التي. هاي اذا اريد اشتقها اكتب اول شيء بدل الواي برايم اللي هنا تعتبر هاي بمثابه واي برايم، اكتب دي واي زائد واي، فواي برايم زائد واي يساوي كوساين التي، اشتقها باستخدام الدي سولف فيطلع عندي الانسر بهالشكل هذا. عندي اذا اجاني كأمثلة أخرى، حاولي أن الطلاب تجربون أمثلة كل شوية على مدى تصير الصورة واضحة، لأن هذا من المواضيع يعني اللي راح تستفادون من عندها بالمستقبل، ويسهل لكم هواي أمور. إذا أنا عندي مثلا هاي مثلا إكس واي برايم ناقصا واي يساوي واحد، أريد أسوي عملية اشتقاق لها. عندي أيضا أريد أسوي عملية اشتقاق بالنسبة لمن إلى الإكس، فايش راح يكون؟ أستخدم الـ طبعا عندي هاي أحلها بكل بساطة باستخدام الدي سولف. أفتح قوس أسده، داخل القوس اللي أنا فتحته وسديته كتبت عدد المعادلات اللي أنا أقوم بعملية الاشتقاق لها وهكذا. خاصة مثلا هاي مثلا حددنا الانيشال كونديشنز وعندنا المعادلة اللي احنا نريد نشتقها اللي هي الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشنز، ونحلها بصورة كلش طبيعية. إذا أجينا على موضوع آخر اللي هو السكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز، يعني معناتها من الدرجة الثانية. الدرجة الثانية شلون نشتقها؟ أول شيء شلون نميز هي هو من الدرجة الثانية؟ عن طريق هنا 2 برايم، يعني معناتها درجة ثانية أو مشتقة ثانية. هنا برايم واحد مشتقة أولى، فبدل كل دبل برايم هذا اللي تشوفوه أمامكم أكتب الرمز دي 2، بدل 2 برايم اكتب دي 2، بدل البرايم الواحد اكتب دي. فاحنا هذا شنو مثلا هذا كمقارنه بين السكند بين المشتقه الثانيه وبين المشتقه الاولى. فمثلا عندي هاي المظله اللي طبعا باللون الاصفر، الواي دبل برايم ناقص 3 واي برايم زائد 2 واي يساوي الساين الاكس. استخدم معناتها المشتقه، استخدم الدي سولف. اول شيء حددت الداله مالتي هي الدي سولف، خلاص من هذا الموضوع. اجي نبحث شلون اترجم هاي المعادله من الى الصيغه البرمجيه اللي انا احتاجها. باختصار الكلام، كل واي دبل برايم اخلي بدل عنه دي 2 واي، دي 2 بدل دي 2 وراها واي، دي 2 واي بدل كل واي دبل برايم. وبدل الواي برايم اخلي الدي 2 3 ناقص 3 دي
دي دي واي زائد 2 واي يساوي الساين الاكس، واشتقها بالنسبه لمن الى الاكس ويطلع الانسر بكل بساطه وبكل سهوله. هسه لو ردنا نطبق هاي المعادله اللي هي واي دبل برايم ناقص 3 واي برايم زائد 2 واي يساوي الساين الاكس على من على الماتلاب، فالمفروض احنا نقول نفتح الكوماند ويندو نكتب الدي سولف من بدل الواي دبل برايم هاي اللي امامنا راح نكتب الدي 2 واي، بدل الواي برايم احنا نكتب دي واي، والباقي كله ينكتب بالصوره البرمجيه اللي احنا تعلمنا عليها. ورا ما ندوس انتر راح ظهر عندنا الناتج مالتنا مال الاشتقاق المشتقة الثانية بهالشكل هذا، وما صارت عندنا اي يعني نقول اي اشكال اذا انا كتبتها صيغة الدي سولف كتبتها بالشكل الصحيح. زين هسه مثلا اذا اخذنا مثال اخر اللي هو امامنا، مثلا ردنا نحسب المشتقة الثانية ل دي سولف من مثلا المشتقة الثانية واي دبل برايم ناقص 3 واي برايم زائد 2 واي يساوي الساين الاكس. المهم بغض النظر عن الجواب مالتنا راح يكون بالشكل هذا، هذا الاوتبوت اللي راح نحصله من المشتقة الثانية. فمهما كانت المعادلة معقدة، راح المشتقة الأولى ولا المشتقة الثانية تقيدنا بالقواعد المستخدمة في كتابتها، فما راح يصير عندنا أي إشكال بحلها. مثلا إذا أجانا المثال الآتي دي 2 واي علي من على دي إكس تربيع ناقص 2 دي واي علي من على دي إكس ناقص 3 واي يساوي إكس تربيع، فنريد نحلها بالكوماند ويندو. فمجرد ما نقول استخدم الدي سولف من ونكتبه بالصيغه الاتيه، هاي المعادله نترجمها بدل كل دي 2 اكتب واي اكتب بهالشكل، هاي دي كابيتال 2 واي ناقصا 2 دي واي ناقصا 3 واي يساوي اكس تربيع سد القوس، والاشتقاق هو يكون بالنسبة لمن إلى الإكس، فيكون الناتج بهالشكل هذا. وطبعا الأمثلة كلش كثيرة، فمثل هذا المثال دي 2 واي على دي إكس تربيع ناقصا 2 دي واي على من على دي إكس ناقصا 3 واي يساوي إكس تربيع. إذا بدنا نشتقه فهو مشتقة ثانية، شلون عرفنا مشتقة ثانية؟ عن طريق دي 2 واي. فنطبق نكتبها بالاسلوب الاتي دي 2 واي ناقصا 2 في دي واي وناقصا 3 واي يساوي اكس تربيع، وبالنسبه هذا لل واي اوف 0 يساوي 0، و دي واي يساوي 1 بالنسبه للمشتقه راح تكون بالنسبه الى الاكس. فإذا دسنا انتر راح تطلع لنا النتيجة مالتنا هاي بالنسبة لمن إلى المشتقة الثانية. نقدر نصعد بمفهوم المشتقة إلى من المشتقة الثانية إلى الهاي أوردر ديفرنشال إكويجنز. هاي الهاي أوردر ديفرنشال إكويجنز فقط بتغيير مفهوم بسيط نفتهمه راح تكون هي شبيهة بالطريقة السابقة. يعني شنو هو كل ما هنالك بدل مثلا المشتقة الثالثة، فمكان ما دي 2 راح يصير دي 3، المشتقة الرابعة دي 4 وهكذا. هسه تمثيل الدوال، يعني انا اي دالة مثلا اف اوف اكس مثلا اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 1، هاي اذا امثلها بالماتلاب فلازم استخدم إعاز اسمه انلاين. هذا الانلاين يقوم عن طريقه بتمثيل الدوال في داخل الماتلاب. فمثلا اذا كانت عندنا داله هي الاكس تربيع زائد 3 اكس
زائدا واحد اريد نمثلها، فكل ما هنالك نقول له ان لاين وراها نقول له من الهاي الداله اللي هي مثلا اكس تربيع زائدا 3 اكس زائدا واحد، هاي اسميها مثلا اف، اف يساوي لنا زين ان لاين 3 اكس. فاذا دسنا انتر فكل ما هنالك راح يعطينا معناتها افتهمت الحاسبه بان اكو داله اسمها اف، وهاي الداله اللي اسمها اف هي داله ل اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 1. اذا دخلنا قيمه الاكس في داخل هذه الداله راح تطلع لي القيمه المقابله لها. زين بهاي الطريقه، هاي الطريقه اقدر اقوم بعمليه تمثيل لاي داله في داخل الماتلاب. فمثلا هسه هاي الداله الاف، فمجرد ما استدعيها اقول اف اوف مثلا تي 2، زين ادوس انتر يطلع لي الناتج. اذا اقول اف اوف 3 زين راح يطلع لي الناتج. يعني معناتها شنو؟ انا يعني ما احتاج اعيد كتابه الداله اللي هي مثلا اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 1 من جديد في كل مره، فقط اذكر اسم الداله اللي انا سميتها، سميتها اف اوكي، سميتها غير اسم حسب الاسم اللي انا سميته، وراها ادخل لها قيم الاكس اللي انا اريد اطلع القيم المقابله لها. زين هسه احنا بالنسبه لنا مثلا اذا عندي الداله مالتي متكونه من اكثر من متغير، يعني مثلا هسه مثلا عندي هاي الداله متكونه من اكس متكونه من واي، متكونه من اكس ومتكونه من واي، فاريد امثلها بداله سميتها هاي الداله جي. هاي الداله جي اذا معناتها يعني لما اريد اغذيها بالمستقبل بعدين، هسه انا يعني مثلا هسه هاي الجي يساوي لنا هاي الداله مالتي، بسم الله، هاي الداله مالتي صارت هاي الجي تمثل لي الاكس تربيع ناقص 3 اكس واي زين زائد 2. فبالنتيجه النهائيه اذا اريد اطلع القيمه القيمه الجي اقول له جي، اقول له جي هذا مالتي اوف شنو؟ قيمه جت قيمه الاكس 2، ايش جت قيمه الواي مثلا 3. اسد القوس بعد مجرد ما ادوس انتر راح يعطيني الناتج. اذا فنفرض اني دخلت له قيمه الاكس مثلا 3 وقيمه الواي هي 3 راح يطلع لي القيمه المقابله لها. اذا اني دخلت له اساسا قيمه واحده فقط، هاي القيمه الواحده دخلت لها، فايش راح يقول لي ايرور. ليش يقول لي ايرور؟ لان انا اساسا المدخلات مال هاي الداله اللي انا سويت لها تمثيل مسبق هي عباره عن اكس وواي، فلذلك من غير المنطقي ان ادخل اغذيها ب يعني مدخل واحد واريد احصل على اوتبوت، واني اساسا هي الهيكليه اللي انا بنيت هاي الداله هي تعتمد علي من على المفروض على اكس وواي او على متغيرات 2. وبهاي الحاله اقدر مثلا الداله اللي انا استخدمها استخدم يعني اكثر من مثلا من مدخل، يعني مثلا اكس واي اكس واي زد وهكذا. زين وراح تصير العمليه كلش واضحه وكلش سهله اذا احنا تقيدنا بالقواعد، فما راح يصير عندنا شيء صعب ان شاء الله. اذا انا عندي داله، هاي الداله مثلا اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 2، هاي الداله اريد اطبق عليها يعني مثلا نقول اكثر من قيمه، يعني مثلا هاي الداله سويتها سميتها اف، وهاي الاف اقول له اول مره اطبق ادخل نقول اف اوف 2 اف اوف 3 اف اوف 4. فبالنتيجه النهائيه بدل ما استخدم هاي الاكثر من مره اطبق هاي عمليه الانلاين، لا بهاي الحاله اقدر استخدم عمليه الفاكتورايز. الفاكتورايز هي شنو؟ راح تكتب بهذه الصيغه، خلينا نكتبها وبعدين نشرحها واحدة واحدة. أول شيء الاسم الدالة اللي هي يعني مثلتها هي الاف، يساوي إن الانلاين كتبنا الانلاين وراها كتبت الفكتورايز والدالة مالتي الدالة اللي أنا أريد أدخلها. فبالنتيجة النهائية لما أنا رحت نفذت تحولت من هاي الدالة إلى صيغة
صيغة يعني إلى F بصيغة الفكتورز. يعني شنو معناتها؟ يعني معناتها أنا إذا دخلت ال F of دخلت الفكتورز مالتي، الفكتورز مالتي هو شنو؟ هو 1 2 زين، فراح يطلع لي نتيجتين. إذا دخلت الفكتور مالتي 1 2 3 4 5 6 7 8، فراح يطلع لي النتائج مالتي بقد عدد العناصر اللي أنا دخلتها بالفكتورز. هاي العملية شلون صارت؟ صارت عن طريق إعاز اسمه فكتورايز، ويا من ارتبط هذا الإعاز الفكتورايز ويا إعاز آخر اسمه اللاين. هسه ناخذ موضوع الديفرنشيشنز او المشتقه ببساطه. الماتلاب نتعامل اول شيء قلنا اس واي ام اس، نحدد المتغير الرمزي اللي احنا نستخدمه في هذه المشتقه، وراها ادوس انتر. مثلا انا اذا اشتقت مثلا اكس تربيع، الاكس تربيع المشتقه مالتها هي 2 اكس. خلينا نشوف دي اي دي اي دبل اف هي صيغه هاي المشتقه. افتح قوس وراها اكتب المشتقه اللي انا اريد احسبها. نقول مشتقه الدي اي دبل اف الاكس تربيع، وراها ادوس انتر يظهر عندي الناتج. اذا كانت المشتقه معقده زائد مثلا 3 اكس زائدا مثلا 1، بغض النظر عن طبيعه المشتقه مالتي، راح مجرد ما ادوس انتر راح يبدي مثلا 2 اكس تربيع زائد 3. هاي عندي الموضوع المشتقه تعتمد علي من على يعني الصيغه اللي انا اكتب بيها. اذا انا كتبت دي اي دبل اف بصوره صحيحه، كتبت المشتقه اللي انا كتبت الداله اللي انا اعرف المشتقه مالتها بشكل صحيح رياضي برمجي في داخل بين الاقواس، ما راح يصير عندي ان شاء الله اي مشكله بالحل مالتها. اذا نعرف مشتقه الساين اكسبونيشنال اكس، مثل ما نقول اف اوف اكس يساوي ساين اكسبونيشنال اكس، فراح يكون الموضوع هو كالاتي: اس واي اس واي ام اس. حددنا اللي هي مش احتاجين نحتاجين الاكس، فلذلك نعرف الاكس خلاص عنده. وراها الساين المشتقه، بما انه هو مشتقه ديريفيتيف معناتها دي اي دي اي دبل اف. اكتب المن اللي الساين المن اللي الساين اكسبونيشن الساين الاكسبونيشن الاكس. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هاي الاوتبوت مالتي هي الكوساين الاكسبونيشن الاكس في اكسبونيشن الاكس، هذا الناتج اللي راح يظهر لي من هاي المشتق. تجينا بعض الامور، مثلا الانث ديريفيتيف اوف اف، شلون طريقه الكتابه مالتها؟ هي نفس المشتقه ديريفيتيف مال الاف بس فارزه ان. يعني شلون؟ مثلا اذا اجانا مثلا الساين اكسبونيشن الاكس المشتقه الثانيه السكند ديريفيتيف، شلون نكتبها؟ نكتبها بهالطريقه. هذا خلي استنسخ هنا، نكتب هاي الديف اللي هي مال المشتقه الساين الاكسبونيشن اكس، هاي مثل ما هي الداله المعطاه ان، يا اوردر مالتي الاوردر الثاني. اذا اردنا مثلا هي غير اوردر، فمجرد ما نغير هذا الرقم الى الاوردر اللي المعطى لنا. زين هسه مثلا اذا اردت انا هي هاي نفسها اقول له مثلا المشتقه الثالثه، فراح يطلع لي الناتج مال من مال المشتقه الثالثه وهكذا. زين ايضا من الممكن الحساب بسهوله الانتجريشنز او التكامل بالنسبه للماتلاب عن طريق اعاز بسيط اسمه اي اي ان تي. اي ان تي وراها نكتب الـ مثلا الداله اللي احنا نريد نحسبها، نفتح قوس طبعا نسده. زين نكتب داخل هاي القوس الاقواس تو كوتي
اكس مثلا، اذا اريد ناخذ للاكس تربيع، او اكس مرفوع للقوة مثلا 2، فاريد تكامل هذه الدالة. ايش راح يعتبر لي؟ خلينا نشوف. فعرفنا الاس واي، مثلا نعرف البداية اس واي ام اس، حددنا المتغير مالتي اللي هو اكس، وراها قلت له اريد اخذ تكامل من الاكس تربيع، فاقول له اي ان تي، افتح قوس المن للاكس مرفوع للقوة 2، مرفوع للقوة 2، اسد القوس، اقول له هذا طلع لي ناتج التكامل مال من مال الدالة اللي انا اعطيتها. يجينا بعض الاحيان تكامل محدد او تكامل غير محدد. فبالنسبة للتكامل المحدد بـ limit بـ A و بـ 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 يعني مثلا المينيمم والماكسيمم، الصيغة مالتها راح تكون هي نفس الصيغة اللي هي الـ INT مال من مال الـ F، ونحدد حدود التكامل اللي هي المينيمم والماكسيمم. فمثلا إذا قلنا الـ INT مال من مال الـ X تربيع اللي قبل شوي عرفنا التكامل مالتها، بس حدودها من الصفر لمن إلى الواحد، فراح يطلع لي الناتج مثلا 1/3. اذا غيرت الحدود مالتي مثلا من 3 لمن الى 10، زين، فراح تطلع لي النتيجه مالتي تختلف عن النتيجه السابقه بالاعتماد على حدود التكامل اللي اني اريدها. الموضوع الاخر اللي ناخذه بمحاضرتنا اليوم هو الليمتس او الغايه. الليمتس او الغايه تستخدم ايعاز الليمتس نفس الاسلوب مالتنا. نكتب limits بهال limit، وراها نكتب الدالة مالتي اللي انا اريدها، زين، وراها هاي بمثابة هاي كأنما من اكس ينتقل من الى الواي الى 2، يعني كأنما شلون نقول الغاية من اكس الى 2 بهالشكل هذا، فمعناتها هاي حدود، يعني حدود الغاية مالتنا. فطلعت لي الناتج مالتي، كل ما نغير القيم الاكس راح تطلع لي القيم مغايره من للحل الحالي. احنا ناخذ بعض الامثله اللي توضح لنا المفاهيم اللي درسناها. مثلا اذا اخذنا اكسرسايز 1 بالنسبه الى خلاط يجمع مجموعه من المواد، نريد نعرف الرموز كل من الاي والبي والسي، هاي مجاهيل اللي داخله من للمكسر. فراح يتم الحل من خلال اجراء موازنه، لازم نسوي عمليه موازنه على كل من المواد الداخله من لهذا المكسر، حيث يمكن الوصول الى النظام متكون من شنو. لازم بما ان احنا 3 مجاهيل عندنا، فلذلك لازم يتم حل هذه بايجاد 3 معادلات نبني بالاعتماد على مبادئ الموازنة اللي تعلمناها. ها نحصل عليه من على 3 معادلات، هاي 3 معادلات نقوم بعملية حلها باستخدام إيعاز السولف مثل ما درسنا. فالحل مالتها الـ3 متغيرات هذا اللي أمامنا اللي هي الـ A والـ B والـ C، يتم حلها باستخدام إيعاز السولف. هذا إيعاز السولف بالاعتماد على من على 3 معادلات اللي بنيناها، اللي هي المعادلة الأولى، هاي المعادلة الأولى، وهاي المعادلة الثانية والثالثة. إذا المعادلات منين جبناها؟ هنا أول مرة نكتبها بورقة وقلم بالاعتماد على مبادئ الموازنة اللي احنا تعلمناها، وراها ورا ما كتبنا 3 معادلات مجرد ما نكتب إيعاز السولف يتم حلها والحصول على قيم الـ A اللي هي مثلا 600، الـ B هي 200، والـ C هي 900. بالنسبة إلى الإكسرسايز الثاني، هو عندنا مثلا فد عمود التقطير distillation column، هذا بهم نفس الفكرة الأساسية مالته، هم مدخلات ومخرجات ب 3 مجاهيل اللي هي الـ F1 والـ F3 والـ F4. فبالنتيجة النهائية يتم
حل من خلال أيضا عملية الموازنة أو مبادئ اللي تعلمناها بالموازنة. نبني ثلاث معادلات، هاي الثلاث معادلات اللي نبنيها أيضا نحلها باستخدام إيعاز السولف. فنفس الفكرة مال السؤال الأول، الـ A1 والـ F1 والـ F3 والـ F4 استخدم إيعاز سولف والثلاث معادلات اللي أنا أساسا كتبتهم بالورقة ونقلتهم ترجمتهم إلى الماتلاب بالصورة الصحيحة، يتم حل هذا السؤال. بس الفكرة الرئيسية مال هذا السؤال، السؤال الأول والسؤال الثاني، هو كيفية كتابة معادلات الموازنة. إذا احنا كتبنا معادلات الموازنة بصورة صحيحة، بالنتيجة النهائية راح نقدر نحصل عليها على النتائج الصحيحة. بالنسبة إلى الاكسرسايز 3 من هذا محاضرتنا لها اليوم، مثلا إذا أراد مثلا كالكوليت الهيت، يعني يحسب الحرارة المطلوبة لزيادة درجة حرارة 1 مول من الميثان من 533.15 من إلى 873.15 كلفن، عند ضغط شنو؟ 1 بار. درجة الضغط التقريبي هو 1 بار، بالاعتماد عليه من على السي بي على الار يساوينا اي زائد بي تي زائد هاي المعادلة اللي امامكم. وعندنا بعض المعطيات اللي هي الاي والبي والسي والدي، وقايل لي بان معادلة الكيو هي تساوي لنا بيها انتجريشنز. اذا انا بالبداية ما اقدر احسب معادلة الكيو الا بعد ان احسب السي بي، السي بي السي بي احسب معادلة السي بي اللي تعتمد عليه من على درجات الحرارة. فلذلك اذا شيء مرتبط بشيء، اول شيء درجات الحرارة حددتهن. درجة الحرارة قلنا تبدي من تي 1 من 533 الى تي 2 اللي هي 873، مطيني الان يساوي لنا 1، والمدخلات اللي هي الاي والبي والسي والار، لان كلهم بعد ما غذينا النظام بهاي المعطيات اللي موجوده بالسؤال اساسا، كتبنا المعادله اللي مثل ما نقول ايضا معطات لنا، وحصلنا عليه من على قيمه السي بي. ولا ما حصلنا على قيمه السي بي نجي نطبق قانون الكيو. قانون الكيو هو شو يقول؟ هو يقول بان عملية انتجريشن المن للسي بي الحدود مالته من التي ان، اقصد بالتي ان هي التي 1 اللي هو 533 المن الى التي اوت، التي اوت اقصد بها هي التي 2 اللي هي 873. فهاي الحالة ينحل السؤال وماكو شيء غامض ان شاء الله به. السؤال الاخير من محاضرتنا اليوم هي موضوع اذا اجانا سؤال ب دبل انتجريشنز. الدبل انتجريشنز ايش بي؟ لازم احنا نركز على موضوع الحل الاسئله اللي فيها دبل انتجريشنز شنو هي. اول شيء عندي تكاملين، التكامل الداخلي مثلا هذا عندي الاكس تربيع زائد واي تربيع، هذا يعتبر التكامل الداخلي، الحدود مالته هو من ساين اكس المن الى الصفر. فمعناتها اذا نريد نكتب التكامل هو الانتجرال انتجريشنز، اكس تربيع زائد اكس نقول واي تربيع، هذا التكامل الداخلي الحدود مالته هو هذا من صفر المن الى الساين، من صفر الى الساين. بينما عندي التكامل الخارجي هو الحدود مالته من صفر الى الباي، وهو بما انه هو ما موجود فيعتبر شنو هو واي. فشي يصير؟ يصير الواي والحدود مالته هو من صفر الى الباي. فدائما نبديها بالتكامل الداخلي اللي هو والحدود مالته الاقرب الى، وراها التكامل الخارجي والحدود مالته الابعد. إن شاء الله هاي تكون نهاية محاضرتنا لهاليوم، وألتقيكم في محاضرة أخرى في أمان الله.